كابتن عادل الف مبروك، فوز كبير ومستحق. يعني عامه احنا عايزين نقول حاجه مهمه قوي. طول عمرنا لما احنا، وانا قلتها لك قبل كده واكتر من مره، لما بناخد زمام الامور بايدينا احنا، مفيش فرقه بتقف قصادك. حتى لو فرقه كويسه قوي بتبقى خلاص انت بلغه الكره بتركبها. الفرقه النهارده ما كانتش سيئه، اللي لعبها فرقه قويه جدا، ده بطل في قارته. انا ماليش دعوه بالاداء ولا بشكله، لكن انا بكلمك على مباراه واحده ممكن يخرجك وممكن تخرج من البدايه. النادي الاهلي هو اللي خلاه يبقى كده. يعني عجبني الكباتن اتكلموا في امر مهم، قال لك ان النادي، الكابتن علاء بدا وقال لك ان النادي الاهلي اصلا هو اللي خلاهم يبقوا بالشكل ده. طول ما انت بتبقى كويس، لما انت بتلعب احيانا لا بتتعادل مع فرق اقل منها في الدوري المصري، لما ما بتاخدش زمام الامور بايديك. لكن انت النهارده عملت اداء كويس، عملت اداء مميز، حضرت للمباراه كويس قوي، عملت استعدادك كويس، مدت اديت للفرقه حجمها، انك انت لعبت بالتوازن، لعبت بشكل كويس، ودي حاجه جميله للنادي الاهلي. وبعدين النادي الاهلي انت عارف بتلعب مباراه ممكن كنت تخرج النهارده، عارف لو كنت خرجت النهارده كانت المواضيع، كانت الدنيا كلها مسكتك موتتك يعني. فانت بتتكلم على انك انت كنت مضغوط ومضغوط جامد قوي. المكسب النهارده يوديك لفرقه سياتل، المفترض ان انت عندك ثقه، ولكن خلي بالك ان دي حاجه ودي حاجه، هتبقى فرقه اقوى بكتير وهتلعب وعندهم كره حديثه ولاعيبه كويسه وعندهم لعيبه محترفين وعندهم قوه وعندهم حاجات كتير. يعني امريكا الفتره اللي جايه لازم تتحسن في الكوره، بتعمل عندها استراتيجيات لكره القدم عشان كاس العالم 26، لازم تعمل فيها نتيجه كويسه. فبدا انديتها بدا باحتراف حقيقي، جايبه لعيبه محترفين من بره كويسين، عندهم مدربين على اعلى مستوى. فانت بتتكلم على منظومه المباراه القادمه، المباراه القادمه مباراه صعبه، مباراه من المباريات القويه. احنا نقفل على النهارده، الحمد لله عملنا اداء كويس، اداء متميز، نقفل عليه ونشتغل على سياتل المباراه القادمه. واكيد النهارده خلاص هيبقى النادي الاهلي هيطوي الصفحه بتاعت مباراه اليوم وهيشتغل على المباراه القادمه. فكولر ممكن يعمل حاجه مهمه جدا، الاستشفاء، وعنده شارك بعض اللاعبين، هو عارف طريقه اللعب. انا اكتشفت في حاجه مؤخرا كولر، انه بيلعب على قد الانديه اللي بيلعبها. يعني ممكن يعمل تكتيك بمجموعه وممكن يلعب مجموعه تانية. كره القدم ما بقتش اللي بتلعب، يعني زمان يقول لك اللي بتكسب بيلعب، لا، كل رجال وليها، كل مباراه وليها رجالها. يعني احيانا ممكن تكون انت عامل مباراه جيده، ممكن انا كمدرب اقعدك المباراه القادمه لاني مش هحتاجك تكتيكيا، احتاج حد اخر تكتيكيا، شكل الفرقه اللي هلاعبها بتلعب بطريقه كذا، فانا محتاج لعيب. الفرق الكبيره كده يعني مش لازم تكون تبقى عندك اساسيين ومش تغير كتير، انت بتغير واحد ولا اتنين يعني على احتياجك للتكتيك بتاع المباراه القادمه. ممكن تكون عايز تطور المباراه دي، لعبت 4-3-3 لانهم فرقه عندها نص ملعب، او فرقه انت عايز تستحوذ على حاجه. المباراه القادمه ممكن تلعب 4-1-4-1، ممكن تلعب 4-2-3-1، فهي فكره القدم كده. ممكن تغير لاعبين، وممكن يكون عمل مباراه جيده المباراه دي ولكن مش مباراته القادمه. كل الامور دي انا بكلمك ان النادي الاهلي وصل. اول حاجه مبروك ان احنا عدينا الدور المحرج، انا بعتبره دور محرج. يعني الدور ده فيه احراج للفرق الكبيره. صحيح. انك تلعب مباراه زي دي، ممكن دي كره قدم، ممكن تخرج كاسات العالم كله، الكاسات اللي في جميع بلاد العالم، ممكن فرقه كبيره قوي تخرج من اقل فرقه. مظبوط. كنت تخرج من فرقه رجع مباراه الافتتاح هي ما بتحمل مفاجآت. والارجنتين كاس عالم 90 كسبانه كاميرون، كسبها 1-0. صحيح. السعوديه كسبانه الارجنتين في بدايه المباريات، في بدايه المباريات 2-1. يعني كره القدم فيها المفاجآت كتير. صحيح. علشان كده انت لازم تعمل حسابك. النادي الاهلي النهارده مبروك، اداء كويس، منتظرين المباراه القادمه، لان احنا متلهفين ان شاء الله نلعب ريال مدريد يا رب. ان شاء الله باذن الله.